مطالب رفعتها الغرفة الوطنية لمحافظي الحسابات، تناشد من خلالها السلطات الوصية بمنح محافظي الحسابات حماية قضائية من التهم التي تتعلق بمزاولة هذه المهنة في المرحلة التي تعيش فيها الجزائر إصلاحات تشريعية في المنظومة الاقتصادية. النصوص القانونية والتنظيم التي تسير مهنة محافظ الحسابات نصوص واضحة جدا، غير أنه تحتاج إلى إعادة نظر، وبالخصوص فيما يتعلق بإعادة نظر القوانين والتنظيمات المسيرة لمهنة محافظ الحسابات ومهنة الخبير المحاسب ومهنة المحاسب المعتمد، حتى نعطيه المكان التي يستحقها، وذلك بحمايته، لأنه بصورة أو بأخرى يعتبر ضابط عمومي، لأن محافظ الحسابات هو محافظ الحسابات، يدقق الحسابات وهو يسهر على تطهير الحسابات، وهو الذي يمثل إدارة الضرائب على مستوى لجان الطعون. دور كبير مرهون على محافظي الحسابات لإرساء الإنعاش الاقتصادي، خاصة من ناحية تقديم إحصاءات سليمة وأرقام تعبر عن الواقع بعيدا عن كل ما كان يصرح به في مراحل سابقة. من بين المهام الأساسية لمحافظ الحسابات وهو الحفاظ على استمرارية استغلال الشركات التجارية، والسهر على حماية ممتلكاتهم، والسهر أيضا على احترامهم للقوانين. وبالتالي لما يكون عندي محافظ حسابات مدرب بشكل مهني طبقا للمعايير الدولية، يمكن أن نقول أنه سوف نساهم بصورة فعالة في القضاء على مثل هذه الظواهر المشينة إن صح التعبير. 3000 محافظ حسابات منتشرون عبر 58 ولاية، منحهم تعديل القانون الأخير الذي يتعلق بتبييض الأموال سلطة الرقابة والإشراف على كافة التعاملات المالية للمؤسسات، نظير الأهمية البالغة التي تكتسي مهامهم في المرحلة القادمة.